السيد العسكري، وكان هناك يعني حقيقة نوع من التحرك البانورامي للواء علي محسن، وكذلك الفرقة الأولى مدرع. لا أدري، كانت حوارات، كانت يعني ترتيبات أمنية. حدثني قليلا عن الدور الذي تلا جمعة الكرامة وانضمامكم لهذه، أقصد الدور السياسي أو دور الحوارات التي قام بها علي محسن والفرقة الأولى مدرع. طبعا بعد جمعة الكرامة كما قلت لك تحديدا، و يعني إعلان تأييد الجيش المؤيد للثورة سلميا للثورة، يعني بدأت هنا عملية يعني تقدر تقول الفزع لدى النظام السابق، وبدأ يعني يرسل هذا وبدأ، وكان التواصل أيضا قائم، كان التواصل قائم ما بين اللواء علي محسن وما بين الرئيس السابق علي محسن في تلك الآونة. طبعا بعد تواصل حول ماذا؟ تواصل حول الحدث الذي يعني وقع في انضمام أو في تأييد الجيش المؤيد للثورة، لثورة الشعب الشبابية الشعبية السلمية. كان هناك لوم، كان هناك لوم كبير كبير، أنت رفيق الدرب وأنت الكذا، ولماذا أحدثت هكذا، ولماذا صنعت هكذا، تمام. فطبعا كان هنا كان دور اللواء علي محسن وعملية نصح وإقناع للرجل أن هذا شعب خرج، أن هذه ثورة خرجت، أن الناس يطالبون بتغيير، خلاص أنت الآن يعني لابد من تغيير. حصل في نفس الأسبوع تحديدا، بعد التواصل الذي تم وبعد الوساطات التي جاءت، تمام، يعني وصل اللواء غالب القمش، وصل وزير الداخلية، وصل اللواء علي صالح، وصل كذا لمحاولة الله. قال أنا ليس بيني وبين علي عبد الله صالح أي شيء شخصي، أنا حددت اتجاهي والجيش المؤيد للثورة حدد اتجاهه ومساره، هو تأييد ثورة الشعب الشبابية السلمية، والجيش هكذا، الجيش هو ملكا لهذا الشعب، ولا يمكن لمملوك أن يوجه سلاحه إلى صدر مالكه، هكذا كانت. يعني هؤلاء الرسل الذي كانوا من علي عبد الله صالح، الأسماء التي ذكرتهم لي، كان يأتون لإقناع اللواء علي محسن بالعودة، كان دورهم هو يعني محاولة، تستطيع أن تقول تقريب وجهة النظر ما بين اللواء علي محسن وما بين الرئيس السابق علي عبد الله صالح. أي نعم، طبعا كان التواصل قائم بالتلفون، واتفقوا على أساس أنه، أنا أتذكر أنه في واحد من الاتصالات طلب علي عبد الله صالح، قال انا موافق على الخروج، خلاص موافق، انا موافق على الخروج، فلكن انا وانت، يعني هكذا يقول، يحدد انه سيخرج هو من هو واللواء علي محسن. فقال اللواء علي محسن: انت تقسم بالله العظيم على انك صادق في هذا؟ قال: اقسم بالله العظيم اني صادق. ونخرج سويا؟ قال: نخرج سويا. قال اذا يعني قال اذا نلتقي، أين اللقاء؟ نلتقي في سنحان. قال: لا، في سنحان ليس بيننا وبيني وبينك شيء شخصي. وهذه هنا لفتة حقيقة، أنه لماذا يعني يتم اللقاء في سنحان؟ حتى تضيع القضية وتخرج القضية من قضية تأييد للثورة ومن قضية دعم سلمي لثورة الشعب الشبابية السلمية، حتى يعود ليقول للناس إذا القضية ليست قضية أن اللواء علي محسن، ليست قضية شعب، إنما قضية شخصية بيني وبينه. قال اللواء علي محسن: لا، نلتقي في بيت الدولة، نلتقي أنا وأنت في بيت النائب. وتم اللقاء بعدها في يوم الأربعاء في بيت نائب رئيس الجمهورية. أثناء اللقاء في نفس الأسبوع يوم الأربعاء، كان نعم في نفس الأسبوع يوم الأربعاء في بيت نائب الرئيس الحالي المشير عبد ربه منصور هادي. تم اللقاء هناك، وكان موجود عبد الكريم الإرياني، عبد العزيز عبد الغني أيضا رحمه الله، وكان موجود أيضا اللقاء المشترك، كان موجود قيادة اللقاء المشترك، كانت أيضا موجودة معهم، وبدأ الحوار، وكان الاتفاق على أساس أنه يسلم السلطة علي عبد الله صالح، يسلمها لنائبه، وحدد هو في ذلك اليوم أن يكون نائبه علي محمد مجور وليس اللواء المشير عبد ربه منصور هادي. يعني طلب من عبد ربه أن يحدد، هو حدد لا يعني على أن يكون النائب من علي محمد مجور وليس عبد ربه. أمام عبد ربه منصور هادي مباشرة، تمام. وكان الاتفاق جاهز على أن يسلم السلطة يوم السبت لنائبه الذي حدده هو علي محمد مجور.
وكتب هذا الاتفاق، كتب هذا الموضوع يعني بينهم وبحضور الجميع، وبحضور الجميع، بل هو زاد في نفس اللحظة قال أنتم ستنكثون بهذا الاتفاق، وطلب أن يكون شاهد على هذا الاتفاق، قال أريد أن يكون السفير الأمريكي حاضرا يكون شاهدا على هذا. وحضر السفير لا نعم وبالفعل، وطلب السفير الأمريكي وجاء السفير الأمريكي وشهد على الاتفاق ووقع وكتب، وسيأتي إن شاء الله ستأتي الأيام وينشر ويتضح هذا. تمام. ما الذي حصل هذا على أساس أنه على أساس أنه سيسلم السلطة يوم السبت القادم وتعطى يعني فترة يعني لمدة شهرين. تمام. يتم فيها انتقال السلطة آليا إلى النائب ويتركها السلطة. يعني قيل بأنه طلب أن يترك السلطة أن يرحلوا مع يعني علي عبد الله صالح مع اللواء علي محسن. أي مع اللواء علي محسن. نعم. كان الاتفاق هكذا. وكان الاتفاق هكذا في هنا في يوم الجمعة تحديدا قال نحن لم نلتقي ولم نتفق ولم يعني يحدث شيء من هذا على الإطلاق. ويوم السبت جاء وأطلق خطاباته التي كانت تهديدية والتحريضية وأنه سيعمل وأنه كذا وسيواجه التحدي بالتحدي ومن هذا القبيل كانت. وهكذا كان كلما اتفق يعني مع اللواء علي محسن على شيء كلما نقضه. يعني بس كنت انا اريد ان توضح لي نقطه. يعني طلب ان يكون نائبه او النائب الذي يسلم اليه يسلم اليها السلطه علي محمد مجور وليس المشير عبد ربه منصور هادي لعدم ثقته بعبد ربه. الله اعلم طبعا هذه ما الذي يفهمها الناس. ما الذي يفهم الناس من هؤلاء؟ عبد ربه في ذلك الوقت كان يعني دور الوسيط وكان هو يعني متعاطف في أي كفة كان هو؟ عبد ربه منصور هادي منذ بداية صعوده على سلم هرم هذه الدولة سواء كان ضابطا عاديا أو كان صاحب منصب أو كان وزير للدفاع أو كان نائب رئيس الجمهورية لا تهمه قضية المجاملات، إنما تهمه قضية الوطن، قضية الوطن، وهذا ما لمسه يعني الجميع من هذا الشخص. طيب يعني بتلت هذه الأحداث حقيقة يعني حوارات كثيرة بين اللواء علي محسن وبعض السفراء وبعض الوفود الذي جاءوا إليه. ما الغرض من هذه اللقاءات؟ الغرض من هذه اللقاءات شد وتكثيف وإسناد الثورة الشعبية الشبابية السلمية ونجاحها والعمل على تطوير نجاح هذه الثورة بالوسائل السلمية. بل كان الهدف الرئيسي الذي أنا أعرفه من خلال لقاءات اللواء علي محسن بهذه الشخصيات سواء كانت الدبلوماسية أو قيادات في الدولة أو القبائل وكذا، كانت حرصا منه على حقن دماء اليمنيين، حرصا منه على حقن دماء اليمنيين، وأن الثورة قامت ثورة سلمية، وهذا كان الهدف الرئيسي له من اجتماع الناس أن يحثهم ويتكاتف الناس لدعم ثورة الشعب الشبابية الشعبية السلمية سلميا وتجنب إراقة الدماء. طيب. في تلك الفترة كان الجميع يتساءل لماذا الحرس الجمهوري ظل متماسكا. برأيك أنتم يعني أنتم كمان فرقة ويعني معروف اللواء علي محسن كان لديه علاقات واسعة في الجيش اليمني سواء كانت في المنطقة العسكرية الشمالية أو كذلك في الحرس الجمهوري. هل كان بينكم وبين الحرس الجمهوري أي تواصل؟ يا أخي في الحقيقة أنا لا أفرق بين الفرقة الأولى مدرة وبين حرس الجمهوري، لكن على الأقل هي لأن الجيش جيش وطني، هو جيش واحد، جيش وطني واحد، وإنما فرقته يد التوريث، يد التوريث الذي كان يسعى إليها النظام السابق لكي يورث الحكم، فقسم الجيش إلى نصفين وجعل قوات مسلحة وحرس جمهوري، وجعل أمن سياسي وأمن قومي، وجعل أمن مركزي وأمن عام، بل أستطيع أن أقول لك أنه حتى يعني قسم الشعب بنفسه، فجعل يعني مؤتمر شعبي عام ولقاء يعني مشترك. كان هناك ضباط من الحرس الجمهوري متعاطف مع الثورة يتواصل معكم؟ أنا قلت لك في البداية أنه أكثر من 75-80% من إخواننا في الحرس الجمهوري مع الثورة، لكن واجبهم الذي يملي عليهم البقاء في أماكنهم، البقاء في وحداتهم، أداء الواجب هو الذي جعلهم يعني ثابتين أو متواجدين في أماكنهم. بس في الأخير تم القصف على الفرقة الأولى مدرع ويعني من قبل هؤلاء. اتركها للمرتزقة، اترك هذا الجانب للمرتزقة، ولا نريد أن نقول أن الحرس الجمهوري بأكمله، لا، الحرس الجمهوري أخواننا وأحبتنا، والنجدة أحبتنا، والأمن المركزي أحبتنا. قلت لك 85 إلى 80% من هؤلاء كلهم جيش وطني
جيش الشعب. طيب لم يبقى أو لم يستخدم من هؤلاء إلا من كانوا أصحاب المصالح. بعد انضمام الفرقة ألا خشيتوا بانقطع الإمدادات عليكم والرواتب؟ وبالمناسبة هل تم قطعها؟ الرواتب من مال من؟ بس على الأقل كان يتحكم بها علي عبد الله صالح نكاية بكم على الأقل إقطاعها. ولو الرواتب هذه ليست من شركة خاصة، يعني لم تنقطع الرواتب هذه ليست من شركة خاصة، والنظام السابق كان يعلم أنه إذا قطعت المرتبات بأنها ستأتي، يعني ستأتي بطريقة أو بأخرى، لأن هذا من مقدرات الشعب وليس من شركة خاصة للنظام السابق، أو لم يأتي بها أحد من منزله أو من مال والده لكي يدفع عليها لهؤلاء الناس. هذا مرتب في أي جيش في العالم، في أي نظام في العالم، في أي دولة في العالم، مهما قامت فيها الثورات الجيش أو المؤسسات تدفع مرتباتها لأنها من مال الشعب. لكن في منطق علي عبد الله صالح، منطق السدادي للحكم، حينما تتمرد قوة عسكرية فبالتالي ليس تمرد شيء بوجهة نظرهم على الأقل، ليس تمرد بل انضمام إلى الشعب، تأييد للشعب، وهو يعلم، كان يعلم حقيقة أن الجيش المؤيد للثورة انضم أو أيد من؟ أيد ثورة شعب شبابية سلمية، وليس تمرد. التمرد معناته التمرد أن تخرج بسلاحك العسكري، يعني تقاتل أو تحدث انقلابا عسكريا. يعني أنت تؤكد لي أنه لم تنقطع رواتب أفراد الفرقة الأولى مدرع نهائيا؟ الأساسيين الذي كانوا في الفرقة لم تقطع مرتباتهم الموجودين، لكن هنالك مخصصات قطعت، هنالك اعتمادات قطعت، هنالك تغذية تمام لا قطعت، أيضا المرتبات الجيش المنضم بأكملها قطعت من بداية الثورة، وما زلنا نعاني منها حتى الآن في انقطاعاتها أو في معظمها. الآن بدأت يعني تعود بعضها، والبعض ما زال منقطع إلى الآن. كان هناك من أفراد الجيش المؤيد للثورة، أقصد أنا ليس عندما أتكلم عن الأفراد المنضمين من بقية الوحدات العسكرية، تكفل اللواء علي محسن بدفع رواتب لهم لفترة محددة ثم انقطعت. يعني من أين كانت تأتي الفرقة الأولى مدرع بهذه الأموال لسد هذا الفراغ؟ هل تعلم أن الفرقة الأولى مدرع كانت تقسم المرتبات ما بينها وما بين الإخوة المنضمين؟ الإخوة المنضمين لدينا كانت تقسم مرتبات وتدفع لمثل هؤلاء من مرتبات الفرقة من أفرادنا. من أفرادنا على دعم مادي؟ من أين؟ ومن مؤيدين للثورة؟ من رجال أعمال؟ هذه النقطة أنا لا أعرفها حقيقة. لم نجد دعم من الذي سيدعمنا في هذا الاتجاه؟ لو كان هناك دعم حقيقي كانوا سيدعموا الساحة، سيدعموا الناس الذين موجودين في الساحة. طيب. الذين جاعوا وظمئوا وعطشوا. طيب أنا أتكلم عن الحرب التي اندلعت بين الفرقة الأولى مدرع وبين أفراد من حرس الجمهوري أو قوة من حرس الجمهوري وذلك قوة المركزية. نحن سنتكلم حقيقة عن تفاصيل الحرب في حلقة أخرى، ولكن يعني مبدئيا يعني إذا ما عرجنا على بعض النقاط في هذه الحرب، كان هناك خوف حقيقة من عدم ولاء بعض العسكر لهذه الفرقة وعدم قناعتهم، وكنا نلمس ذلك في بعض المنافذ. هل كنتم تخشون من هذه النقطة؟ في الحقيقة بعد تأييد حقيقة قبل تأييد الجيش المؤيد للثورة، يعني أوكلت المهمة بأكملها في لحماية الساحة بعد أن حصلت جمعة الكرامة وبعد أن تم الاعتداءات في بعد صلاة الفجر، بعدها أوكلت بعدها المهمة لمن؟ للفرقة الأولى مدرة بحماية الساحة. أنت ما تسميه أنت حربا أنا لا أسميه حربا. ما تسميه حربا أنا لا أسميه حربا. تستطيع أن تقول قد تكون نوعا من الاعتداءات الذي تمت من بعض إخواننا الذي غرر بهم على مداخل الساحات وعلى المعتصمين. نحن كانت مهمتنا في هذه بدرجة أساسية، وسنتحدث عليها كما قلت إذا أردت، كانت مهمتنا في درجة أساسية هي حماية هؤلاء العزل من السلاح الذين يصيحون بأصواتهم وحناجرهم فقط ارحل ليرحل النظام. كانت مهمتنا أن نقف على أبواب الساحات وندفع جماجمنا ودماءنا وأرواحنا فداء لله ثم لهذا الوطن. طيب كان هناك اتهامات لكم أيضا بعلاقة عسكرية مع قبائل أرحب وبعض القبائل التي تدخلت عسكريا لوقف الإمدادات التي كان يراد إدخالها إلى العاصمة صنعاء. هل كان فعلا بينكم هذا التواصل وبين هذا
العلاقة التي تربط اللواء علي محسن بالقبائل علاقة واسعة، ليست في أرحب ولا في نهم ولا في بني قرموز ولا في هذه المنطقة، بل علاقة واسعة في شتى أنحاء البلاد بشكل عام. لكن ما حصل من التواصل، وكان دور اللواء علي محسن دور فيه دور المصلح، أن يحاول أن يصلح كما قلت لك في البداية، أن يصلح بين هاتين الفئتين حتى لا تراق الدماء. كان الهدف الرئيسي للواء علي محسن أن يعني يسلم الناس أو أن يجنب الناس قضية الدماء والحرب. حصل دعم بالسلاح؟ لا أبدا أبدا أبدا. كان هناك أيضا سيطرة أو يعني لكم كمنطقة عسكرية غربية لميناء الحديدة، مع ذلك حصلت بعض التجاوزات وأدخلت بعض الأسلحة. من قال أننا مسيطرين على ميناء الحديدة؟ هي تابعة لكم. نحن منطقة عسكرية، مهامنا مهام عسكرية وليس مهامنا مهام مدنية. لا أقصد يعني كانت من ضمن مهامكم، مع ذلك استطاع علي عبد الله صالح أن يدخل بعض الأسلحة. مهام الفرقة الأولى مدرع والمنطقة الشمالية الغربية في مواقعها في معسكراتها مهام يعني عسكرية، ليس لها علاقة في القضايا الأمنية، أقصد في قضايا التي تتدخل فيها يعني لا تتدخل في قضايا المنشآت مثلا في قضايا. فالميناء هو منشأة والقضية ترجع إلى قضية الأمن، تمام. وكان النظام السابق مسيطر بفئاته الموجودة هناك وهربت منه بعض الأشياء. حصل هناك انشقاق حقيقة في الفرقة الأولى مدرع بانشقاق اللواء الرابع الذي يقوده محمد خليل أو محمود خليل الذي يسيطر طبعا على التلفزيون. هل يعني ذلك وكان هناك يعني كان هناك حديث أيضا عن تنسيق بينكم وبينه، هو حتى تواصل ويأتي الفرقة بشكل دوري ويستلم أيضا معدات؟ هو لواء من ألوية الفرقة، لواء من ألوية الفرقة المدرعة، مرتباته وكل مخصصاته من الفرقة الأولى مدرعة، طبعا يأتي عبر وزارة الدفاع الفرقة من الفرقة يسلم للواء كونه تابع للفرقة المدرعة. من يسميه انشقاق؟ نحن لا نسميه حقيقة انشقاق. كيف ينشق اللواء وكان متواجد في بعض مداخل الساحة وموجود على مداخل الساحة؟ قد تكون هنالك بعض التصرفات فردية من ضباط من أفراد في اللواء، لكن هذا لا يعني أن هذا بإعاز أو أن هذا يعني منظم من قيادة اللواء أنه منشق عن يعني كان الفرقة. يستلم توجيهاتها من قيادة اللواء؟ كان يستلم القيادة كانت تستلم توجيهاتها من قيادة الفرقة، نعم، كتوجيهات عملياتية من قيادة. كنتم تسيطرون على التلفزيون إذن؟ نعم كانوا يسيطر على التلفزيون. التلفزيون هو الذي يعني يتهمه الشباب بالتحريض على قتلهم يعني تحريض ضد الكراهية. السيطرة على التلفزيون ماذا تعني؟ هم حراسة لمنشأة التلفزيون وليسوا متخصصين في الإعلام. هذا عسكري يؤدي مهمته كخدمة، متواجد في هذا المبنى، متواجد في هذه البوابة، متواجد في هذه النوبة حتى لا يأتي أحد فيخرب أو يهدم أو من هذا القبيل. أما كوننا يعني نستطيع أن نقول لك أننا كنا مسيطرين عليه على الإعلام ليس تخصصنا. لو جاء شباب الثورة واقتحموا التلفزيون كنتم ستمنعونهم؟ سنمنعهم سلمياً. كيف سلمياً؟ سلمياً يعني إذا أي حقيقة. يعني أيضاً اللواء الرابع اعتدى على الشباب في الزراعة في مجزرة. إيه نعم صحيح. لا ليس اللواء الرابع. ليس اللواء الرابع لكن حصل 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 في إطار الحماية حصل حصل. الذي حصل هو اعتداءات البلاطجة وإسلام اللواء السابق ومن يعني من بعض الإخوة في الأمن المركزي الذي كانوا أيضا يعني متعاطفين أو متواجدين أو أقصد مع النظام السابق في تلك. لكن من لكن كان هناك شهادات بأن اللواء الرابع هنالك أنساق. النسق الأول كان للأمن المركزي والبلاطجة الذي كانوا متواجدين حقيقة في العمارات، وعندما حصل اعتداء أنا أذكر هذه الحادثة بالذات، عندما بدأت الحوادث كان التواصل ما بيننا وما بين اللواء الرابع، فانسحب العساكر وانسحبت المعدات في اللواء الرابع انسحبت إلى الخلف. حقيقة احنا في إضافة إلى هذه النقطة أقول لك أن هنالك أيضا كان من يرتدي زي الفرقة الأولى مدرع ويأتي فيقتل المتظاهرين ويعتدي على المسيرات السلمية بالذات في تلك المناطق باسم اللواء الرابع وباسم الفرقة الأولى مدرع، نعم، ونسبت هذه الاتهامات كلها إلى الله. طيب يعني في الدقائق الأخيرة حقيقة أريد أن أوضح موقف توضح لي موقع الفرقة في هيكلة الجيش القادمة. هل ستبقى الفرقة الأولى مدرع؟ ما المشاورات الجارية الآن؟ ستكون ضمن هيكلة الجيش، إذا تمت هيكلة الجيش فستكون ضمن القوام
كفرقة كمنطقة، هذا يعني ستنبئنا به الأيام. لكن يقال بأن الفرقة الأولى مدرعة، يعني أصبحت دولة بحد ذاتها، تقسيمات بحد ذاتها. لا لا، هل لا أنتم مستعدون للانخراط؟ لا لا لا، تقسيم آخر. نحن مستعدين الفرقة. نحن مستعدون. هذا وهذا الكلام حسين، أن سواء المنطقة الشمال الغربية أو الفرقة المدرعة لديها الاستعداد الكامل أن تكون في خدمة هذا الشعب أينما تضعها القيادة السياسية. حتى إذا حلت، وهذا هو كيف يعني؟ يعني ألغيت الفرقة وألغيت الحرس. ألغيت؟ الفرقة. يعني يعني الهيكل، هيكل ما 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 ماذا ما يعني ماذا تعني؟ أن تصبح أن يصبح الجيش يعني هيئة وطنية واحدة، جيش وطني واحد. كان هناك حديث عن تخلي الفرقة لهذا الموقع الذي نحن فيه وتحويل إلى مزرعة أو إلى يعني حديقة أنس السعيدي، هذا حصل حديث عن حول هذا الموضوع. هذه مقترحات. مقترحات. يمكن أن تتخلوا عن هذا الموقع. مقترحات. هذا قلت لك يعود، هذا يعود بالنسبة لهذا الموضوع يعود إلى قضية القرار السياسي. طيب في نهاية هذه الحلقة أود أن أسمع منك يعني تعليق. أنت طبعا شاركت في يعني حروب كثيرة ومع الجيش ولديك تجربة عسكرية يعني حقيقة كبيرة. فترة انضمامك للثورة، ما الذي أضافت لك أنت على المستوى العسكري وللفرقة الأولى مدرة؟ أضافت لي شيء كبير جدا. شعرنا أننا نخدم هذا الشعب وأننا نؤدي الواجب الحقيقي لحماية هذه السيادة. وقلناها سابقا في الحقيقة أنه يعني أرواحنا ودماءنا ورتبنا في الحقيقة تحت أقدام الشعب إذا لم تكن من أجل هذا الشعب. فأضافت لنا روح جديدة أننا يعني الآن عملية التغيير أو ثورة التغيير ستخرج بهذا البلد بإذن الله تبارك وتعالى إلى يعني يمن آمن مستقر في ظل قيادة وسيادة ووطن واحد. أشكرك العقيد عسكر الزعيل الناطق الرسمي باسم الجيش المؤيد للثورة، أشكرك على هذه الشهادة، وآمل أن نكون قد استطعنا أن نلم بعض على الأقل النقاط الرئيسية لتاريخكم في حماية الثورة. كما أشكركم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على متابعتكم، وألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامجكم للتاريخ. حتى ذلك الملتقى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.